السلام عليكم خوتي، جيسبر راكم بيان. معكم توفيق كونطابيليتي كالعاده. اليوم راح نزيدو نشوفو فيديو تاع اقتصاد. علاش قلت لكم راح نزيدو نشوفو؟ باسكو شفنا ديجا فيديو تاع اقتصاد، شكون هو اللي هو الدرس تاع العرض والطلب. شوف واش قلت لكم في الفيديو هذاك، راح نزيد نعاود نقولها لكم في الفيديو هذا. لي دو فيديو هادو ما راح نحطهم في وقت واحد، يعني في نفس الوقت راح نحط دو فيديو. شكون هما؟ راح نحط الفيديو تاع المرونات اللي راني ندير فيه دوكا، وراح نحط الفيديو تاع العرض والطلب. علاش؟ باسكو هاد الزوج يمشوا كيف. يعني نتايا باش تفهم لي الدرس تاع المرونات لازم تكون عندك فكره، لازم تكون تميتريزي العرض والطلب اللي هما محددات السعر. دونك شوف افهمني مليح، اذا ديجا راك تعرف العرض والطلب والدرس تاع العرض والطلب والبرينسيب تاع العرض والطلب، سي بون تقدر تتبع معايا ديريكت المرونات. اذا ما تعرفش الميكانيزم والبرنسيب تاع العرض والطلب واش لازم عليك دير، لازم تروح للفيديو تشوف تاع العرض والطلب باش تجي تبع معايا المرونات، باش هكا سير تفهمهم ليكيب. راني نحطهم او ميم طون. دونك الى دوكا راك تحط في الفيديو تاع المرونات وانت ما تعرفش الفيديو تاع، ولا بيتو ما تعرفش الدرس تاع العرض والطلب، روح شوف الدرس تاع العرض والطلب وعاود ولي شوف الفيديو تاع المرونات. الى تعرف مليح العرض والطلب تبع معايا المرونات نحوهم كاع مطريق. خوتي المرونات الإلاستيسيتي، راك معايا؟ كي نقول إلاستيسيتي معناتها راني نهضر على إلاستيك، كي نهضر على عفسة مرينة، عفسة مرينة معناتها عفسة تتجعد وتعاود تولي لبلاصتها، كي نقول عفسة عديمة المرونة معناتها كيفاش راح تكون؟ راح تكون صلبة معناتها ما تبوجيش. أنا هنا راح نهضر على مرونة الطلب ونهضر على مرونة العرض، افهمني، كي نقول مرونة الطلب معناتها أسكو الطلب يتبدل ولا ما يتبدلش؟ افهمني مليح، إذا كان الطلب مرن معناتها مارن يتجبد يعاود يولي لبلاصتو، معناتها في هذه الحالة الطالب كيفاش يكون؟ يتغير. إذا كان الطالب عديم المرونة معناتها الطالب ما راحش يبوجي، كي ندير فيه واش ندير فيه؟ ما راحش يبوجي. حنا واش راح نهضرو؟ راح نهضرو على زوج حاجات اللي هما مرونة الطالب وعلى مرونة العرض. شوف تبعني في مرونة الطلب، مرونة العرض راح تجيك ما عندها حتى معنى. علاش؟ باسكو كيف على بالنا ديجا، إذا تعرف العرض والطلب عارف بلي بين العرض والطلب راح تبدل كلمة واحدة، راح نقول أولو كمية مطلوبة راح نقول كمية معروضة. دونك تبعني مليح في هذه. شوف نهضر على مرونة الطلب، واش لازم عليك تعرف؟ لازم عليك تعرف بلي مرونة الطلب ثلاث أنواع. شكون هما؟ مرونة الطلب السعرية، مرونة الطلب التقاطعية، ومرونة الطلب الداخلية. بالك راك تسمع بهم هكا، بالك عندك فكرة عليهم وما تعرفش تفرق بيناتهم، ما تعرفش وقتاش تروح تقول مرونة الطلب سعرية، وقتاش تقول تقاطعية، وقتاش تقول داخلية. دوك نهضرو عليهم وحدة بوحدة باش هكا تولي تميتريزيهم وتعرف دير الفرق بيناتهم. تبع معايا، الحاجة الأولى راح نهضر على مرونة الطلب السعرية. خوتي مرونة الطلب السعرية واش معناتها؟ معناتها شوف بكل بساطة يعني بالدرجة تاعنا، راني نقول كي نقول مرونة الطلب السعرية يعني واش يصرى؟ ندو مثال بهذا الماركر، هاوليك ها ماركر وفي يدي. شوف واش راح يصرى للطالب على هذا الماركر؟ راك معايا؟ كي يتغير السعر تاعو راح يتبدل باينة. شوف واش يصرى للطالب على هذا الماركر كي يتغير السعر تاعو؟ انت تقول لي يتبدل، تبدل السعر، السعر احد من عوامل مؤثره في الطالب تعرفها. دونك واش يصرى للماركر هذا كي يتبدل السعر تاعو؟ الطالب عليه يتبدل. دونك يتبدل بزاف ولا يتبدل شويه؟ هنا سا ديبون. كيفاش باش نعرف؟ لازم نحسب له مرونه الطلب السعريه. شوف التعريف تاع مرونه الطلب السعريه واش يقول لك؟ يقول لك هي درجه استجابه الطلب عن سلعه ما نتيجه للتغير في سعرها. شوف درجه استجابه معناتها كيفاش حيريبوند الطالب، كيفاش راح يتزعزع، راح يبوجي ما راحش يبوجي. درجة استجابة الطالب عن سلعة ما، كيفاش راح يريبوندي الطالب؟ نتيجة لماذا؟ للتغير في سعره. واش يصرى للطالب على هذا الماركور كي يتبدل السعر تاعو؟ درجة استجابة الطالب عن سلعة ما نتيجة لماذا؟ للتغير في سعره. راك معايا؟ مرونة الطلب السعرية. ولا بعبارة أخرى يعني نقدر نهضر تعريف آخر واش يقول لي؟ يقول لي هي التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي في سعرها. مادام راني نقول نسبي معناتها راني نهضر نسبة. شوف هي درجة التغير النسبي لسلعة ما معناتها شحال النسبة اللي يتغير بها الطالب على هذه السلعة. نتيجة لماذا؟ نتيجة للتغير النسبي في سعرها. بار اكزومبل كان يزيد السعر تاع هذا الماركر ب 10%، واش يصرى للطالب؟ لوجيكمون على حساب قانون العرض والطالب واش نعرفوا على الطالب؟ الطالب عليه ينقص باسكو السعر تاعو زاد. دوكا الى زاد السعر تاعو ب 10% بشحال النسبه اللي راح ينقص بها الطالب عليه؟ راك معايا؟ هي درجه اللي هي التغير النسبي
في الطلب لتغير نسبي في الكمية المطلوبة عن سلعة ما نتيجة لماذا؟ للتغير النسبي في سعرها. شوف عندك تعريفين، هي درجة استجابة الطالب عن سلعة ما نتيجة للتغير في سعرها، ولا عندك تعريف ثاني يقول لك هو التغير النسبي في الكمية المطلوبة هكا نتيجة للتغير النسبي في سعرها. شو هذا القانون الدوزيام ولا بليتو هذا التعريف الدوزيام؟ هو منه اللي نروح نجبد القانون اللي نخدم به في مرونة الطالب السعرية. راهو يقول لك هي درجة التغير النسبي في الكمية المطلوبة. التغير النسبي في الكمية المطلوبة وشنو هو؟ هو دلتا كيو. هاك معايا. نتيجة لماذا؟ للتغير النسبي في سعرها. دونك دلتا بي. هذه واش تساوي؟ هي او دي اكس. هاكا. الإلاستيسيتي دو لا دوموند تاع من تاع السلعة اكس. هاك معايا. يعني تغير الطلب في سلعة نتيجة للتغير في سعرها. دلتا كيو على دلتا بي. دلتا كيو وشنو؟ هي التغير النسبي في الكمية المطلوبة. دلتا بي وشنو؟ هي التغير النسبي في سعرها، يعني النسبة اللي تغيرت بها الكمية المطلوبة نتيجة لماذا؟ للنسبة اللي تغير بها السعر. دوكا هذه دلتا كيو على دلتا بي واش تمثل؟ شوف دلتا كيو تعرفوها بالك راكم سامعين بها، هي باش نحسبها ندير كيو 2 موا كيو 1 كيو 2 موا كيو 1 على كيو 1 اسمع دلتا بي وشنو هي؟ هي بي 2 موا بي 1 سور بي 1. ولا بعباره اخرى واش نسميهم؟ هذه الكيو 2 نسميها كميه المقارنه، هاي كميه المقارنه. وكيو 1 واش نسميها؟ نسميها كميه الاساس. يعني باش نحسب الاو دي اكس واش راح ندير؟ دلتا كيو على دلتا بي. ودلتا كيو واش تساوي؟ كميه المقارنه ناقص كميه الاساس قسمة كمية الأساس. صح. باش نحسب دلتا بي واش ندير؟ ندير بي 2 اللي هو وشنو؟ اللي هو سعر المقارنة. هاي ليك. وبي 1 وشنو؟ هو سعر الأساس. يعني هنا واش راني ندير؟ راني ندير سعر المقارنة ناقص سعر الأساس قسمة سعر الأساس. بي 2 موان بي 1 سور بي 1. أكو معايا؟ بي 2 هو السعر الجديد، بي 1 هو السعر القديم، كيو 2 هو السعر الجديد، Q1 هو السعر القديم. متفاهمين؟ السعر تاع العام اللي فات 10 دينار جزائري، هاي لك مثال بسيطة، زعما في 2019 السعر كان 10 دينار جزائري، هاك معايا؟ في 2020 السعر ولا 15 دينار جزائري. هذا تاع العام اللي فات نسميه P1 هو سعر الأساس. هكا. وهذه تاع 2020 تاع هذا العام هي P2 وهي ولا هو بلوتو سعر المقارنة. دونك باش نحسب هنايا دلتا بي واش ندير؟ ندير 15 ناقص 10 قسمة 10. سهلة خاوتي ولا غير سهلة؟ متفاهمين؟ دونك ليكيب باش نحسب انا الاو دي اكس مرونة الطلب السعرية واش ندير؟ ندير دلتا كيو على دلتا بي. دلتا كيو واش نوع؟ هو كيو 2 موان كيو 1 على كيو 1. ودلتا بي هو بي 2 موان بي 1 سور بي 1. هذه نحسب دلتا كيو وحدها، نحسب دلتا بي وحدها، وندير دلتا كيو على دلتا بي، واش تعطيني؟ تعطيني الاو دي اكس. الاو دي اكس هذه لازم تعرف بلي دائما مرونه الطالب السعريه راح تطيح لك سالبه، دائما 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 مرونه الطالب السعريه تطيح سالبه. علاش تطيح سالبه؟ باسكو راهي تعبر عن العلاقه العكسيه التي تربط بين سعر السلعه والكميه المطلوبه منها. انا على بالي بلي كي نزيد البري الكميه المطلوبه تنقص، كي نقص البري الكميه المطلوبه تزيد. دونك هنا واش يصرى؟ يصرى علاقه عكسيه. مادام كاين علاقه عكسيه دونك هنايا المرونه هذه كيفاش راح تطيح؟ راح تطيح دائما سالبه. انا واش لازم عليا ندير؟ لازم دائما نحي الاشاره تاع السالب، ندير القيمه المطلقه. كي ندير قيمه مطلقه معناتها راح نحي الاشاره تاع السالب ونعبر على اساس انه لقيتها موجبه. راك معايا؟ دائما نلقاها سالبه نديرها القيمه المطلقه باش كي نروح نفسر النتيجه، باسكو انا هذه النتيجه لازم نروح نفسرها، كي نفسرها نديرها على اساس نتيجه موجبه ونقارنها بالنسبه لماذا؟ بالنسبه للواحد. شوف كي تحسب مرونه الطلب السعريه راح تلقى اربع حالات. راك معايا؟ الاو دي اكس هذا راح تلقى اربع حالات فيه، يعني كاين اربع تفسيرات راح تهدرهم. وشنو هما؟ سهلين. شوف نهار تلقى الاو دي اكس يعني مرونه الطالب السعريه اكبر من واحد، تقول له بلي الطالب على هذه السلعه كيفاه؟ الطالب كثير المرونه. راك معايا؟ واش معناتها الطالب كثير المرونه؟ معناتها مرن، معناتها يجعد بزاف، يتبدل بزاف. معناتها لو كان نبدل السعر على السلعه تاعي شويه
شويه برك شوف نزيد السعر شويه برك. لو كان نزيد السعر شويه واش يصرى للطالب؟ ينقص بزاف. علاش؟ باسكو كثير المرونه، درجه الاستجابه لا ريبونس تاع الطالب راهي كبيره بزاف. لو كان نقص شويه السعر الطالب يتقص بزاف، متفاهمين؟ دونك كيف راه الطالب كثير المرونه. العكس تاع هذه كيفاش يكون طالب قليل المرونه؟ وقتاش يكون طالب قليل المرونه؟ نهار نلقى او دي اكس اصغر من واحد، نهار نلقى مرونه الطالب السعريه اصغر من واحد، واش نقول؟ نقول بلي الطالب على هذه السلعه كيفاش يكون قليل المرونه. معناتها كي نبدل السعر واش راح يصرى للطالب؟ يتبدل، بصح يتبدل بنسبه قليله، بنسبه صغيره. معناتها كيما نزيد انا كي راح نزيد السعر على هاد السلعه تاعي الطالب نزيد السعر، دونك الطالب ينقص. بصح كيفاش ينقص؟ ينقص شويه برك. علاش؟ باسكو قليل المرونه، ما راهش مرن بزاف، درجه الاستجابه تكون صغيره. ركز مليح برك معايا تفهمها. شوف كيما عندي يقدر يكون اكبر من الواحد، يقدر يكون اصغر من الواحد، تقدر المرونه او دي اكس هذه كيفاش تكون؟ تكون تساوي الواحد. اذا كانت تساوي الواحد واش نقول؟ نقول باللي الطالب متكافئ المرونه. اذا كانت مرونه الطالب السعريه تساوي واحد، نقول باللي الطالب متكافئ المرونه. سمحوا لي على الكتابه، معليش اسمع واش راني نهضر واكتبها بكتبتك باش انت تفهم كتبتك. انا راني نقول لك الطالب متكافئ المرونه، يعني هكا باش الا ما فهمتش الكتابه راني نهضرها لك. واش معناتها الطالب متكافئ المرونه؟ شوف التكافؤ معناتها قد ما راح يزيد السعر، النسبه اللي يزيد بها السعر هي نفسها النسبه اللي ينقص بها الطالب. مثال بسيط، لو كان يزيد السعر ب 10%، زاد السعر ب 10%، الطالب واش راح يصرى له؟ حينقص. بشحال راح ينقص؟ راح ينقص ب 10%. تكافؤ، راك معايا؟ لو كان ينقص السعر ب 10% يزيد الطالب ب 10%، ينقص السعر ب 5% يزيد الطالب 5%، وهي رايحه. متفاهمين؟ قالت لي حاله واحده في مرونه الطالب السعريه، نهار تكون مرونه الطالب السعريه شحال تساوي؟ نقولوا بلي او دي اكس تساوي الصفر. في هذه الحالة نقولوا بلي الطالب كيفاش راه؟ الطالب نقولوا عليه عديم المرونة. يعني هنا في هذه الحالة بدل السعر كيما حبيت، بدل السعر كيما حبيت، الطالب واش يصرالو؟ ما يتبدلش، عديم المرونة. يعني نشوف هذا الماركر نزيد له في البري نقص له في البري، الطالب ما راحش يبوجي. إذا كانت سلعة الناس كاع لازم تشريها، وإذا كانت سلعة محتكرة ولا محتكرة، يعني يكون المورد ولا المنتج محتكر السوق، يعني يكون هو يحكم في السوق، معناتها يزيد لك في البري، أنت لازم عليك تشريها وما عندكش وين تشريها أير، معناتها يزيد في البري كيما يحب، أنت واش دير؟ تشريها عليه. في هذه الحالة شوف عديم المرونة معناتها راهو جامد، العكس تاع مارين هو جامد عفسة ما تبوجيش. معناتها هنايا الطالب كيفاش؟ ما يبوجيش، بدل السعر كيما حبيت. متفاهمين؟ دونك ليكيب بكل بساطة وشنو هي مرونة الطالب السعرية؟ واش يصرى للطالب على هذا الماركر كي يتبدل السعر تاعو؟ نروح نحسبها كيفاه؟ دلتا كيو على دلتا بي، دلتا كيو كيفاش نحسبها؟ كيو دو موان كيو على كيو، يعني كمية المقارنة ناقص كمية الأساس على كمية الأساس، نقسم هذا كاع على دلتا بي. دلتا بي وشنو هو؟ بي دو موان بي ان سور بي ان. واش معناتها؟ معناتها سعر المقارنة ناقص سعر الأساس على سعر الأساس، من بعد ندير دلتا كيو على دلتا بي يعطيني المرونة. مرونة الطالب السعرية كيفاش نلقاها؟ نلقاها دائما سالبة. واش ندير لها؟ نديها بالقيمة المطلقة. كي نديها بالقيمة المطلقة واش يصرى؟ راح نلقى أربعة حالات، يعني هي تولي موجبة، وأنا نروح نفسر هذه النتيجة. كيقول لك فسر النتيجة واش معناتها؟ إذا لقيت الأو دي إكس أكبر من واحد نقول بلي الطالب كثير المرونة، إذا لقيت الأو دي إكس أصغر من واحد نقول بلي الطالب قليل المرونة، إذا لقيت الأو دي إكس يساوي واحد معناتها الطالب متكافئ المرونة، وإذا لقيت الأو دي إكس يساوي صفر معناتها الطالب عديم المرونة. راك تعرفهم وتعرف كل واحدة فيهم واش تقصد. هذا أول نوع من مرونة الطالب. النوع الثاني في مرونة الطالب اللي هو مرونة الطالب التقاطعية. شوف إذا فهمت معايا دوكا مرونة الطالب السعرية خلاص راح تفهم معايا كاع لاسويت. يعني شوف تبع معايا، النوع الثاني وشنو هو؟ مرونة الطالب التقاطعية اللي هي او دي ايكغيك. هكا كي نجي نعرفها، شوف كتبت الأولى ما زدتش كتبت لاسويت. علاش؟ كي نجي نعرف مرونة الطالب التقاطعية، عندك كيفاش؟ مثال بسيط، واش راح يصرى للطالب على هذا الماركر؟ هكا، واش راح يصرى للطالب على هذا الماركر؟ هكا، كي يتبدل السعر تاع اللومبا. بكل بساطة، واش راح يصرى للطالب على هذا الماركر؟ كي يتبدل السعر تاع اللومبا.
تقول لي واش دخل الماركر في اللومبا. مثال في هذه الحاله راك انت تستنتج وحدك باللي الماركر ما عنده حتى علاقه مع اللومبا، يعني يتبدل السعر تاع اللومبا كما يحب الطالب، ما حش يقيس طالب على الماركر. صح كاين بعض السلع اللي كاين علاقه بيناتهم. انا هنايا باش نعرف العلاقه بين السلع راح نحسب مرونه الطالب التقاطعيه. شوف كي نحسب مرونه التقاطع طالب تقاطعيه راح تقول لي اسكو هاد السلعتين فيهم علاقه بيناتهم ولا ما فيهم. شوف كاين سلع ما عندهم حتى علاقه بيناتهم كيما الماركر واللومبا، بصح كاين سلع اللي فيهم علاقه، يعني سوا يكونوا متنافستين ولا يكونوا متكاملتين. كي تكون سلعه وسلعه متنافستين معناتها هنايا عندي اختيار، سواء نشري هاد السلعه سواء نشري هاد السلعه، يعني كاين تنافس بيناتهم. راك معايا؟ كي نقول سلعتين مكملتين معناتها كي نشري هاد السلعه راح نسحق معاها السلعه الثانيه. راك معايا؟ نتوما يمدوا لكم بزاف ليكزومبل بين القهوه والشاي، يعني راح يقول لك بلي القهوه والشاي الناس راهي كاينه كونكورونس بين القهوه والشاي، يعني الفرد سواء يشري القهوه ولا يشري الشاي. صحيت تقدر تكون قهوه وقهوه، مثلا قهوة بخاري قهوة نزيار، هادو ما راهم قهوة وقهوة بصح لا مارك تاعهم كيفاش راهي مختلفة، دونك كيفاش يكونوا متنافسين. صحيح نقدر نقول لك سلعتين مكملتين، السيارة مع ليسونس البنزين، السيارة سيارة بيمن لازم تمشي بليسونس. دونك لو كان ما يتباعوش طوموبيلات الناس ما توليش تروح دير ليسونس، دونك ما كاش اللي يروح يشري ليسونس. دونك اذا تقاس الطالب على السيارات واش يصرى الطالب على ليسونس، يتقاس هاد السلعتين كيفاش يمشوا كيف كيف، يمشوا كيف كيف ماشي متنافستين. هاد الطبيعه انا كي نقول لك طوموبيل وليسونس تاع وحدك راح تفهم، بصح لو كان نقول لك سلعه اكس وسلعه اكراك ما تقدرش تقزم، نقول لك سلعه اكس سلعه اكراك قول لي طبيعه طبيعه بيناتهم وشنو هي، انت راح تحصل لهنايا. باش تعرف الطبيعه بيناتهم واش لازم عليك دير، لازم عليك تروح تحسب مرونه الطالب التقاطعيه. شوف التعريف تاعها هي درجه استجابه الطالب عن سلعه ما نتيجه للتغير في سعر سلعه اخرى. ها شوف التعريف الاول، هي درجه استجابه الطالب عن سلعه ما نتيجه للتغير في سعرها هي. في التقاطعيه راح نقول واش يصرى للطالب على هذه السلعه كي يتغير سلعه سعر سلعه اخرى. شوف احنا عاود نكتب لك نفس التعريف، شو هذا التعريف واش تبدل؟ تبدل غير لافان تاعو. شوف ماحش نعاود نكتب كاع الكلمات، راح نعاود ندير لك هكا، كي ندير لك هكا فهم بلي الكلمه راهي كيف كيف. واش معناتها مرونه الطلب التقاطعيه؟ هي دار هي درجه استجابه الطلب عن سلعه ما، راك معايا، نتيجه لماذا؟ نتيجه للتغير ولا نتيجه للتغير في سعر وشنو؟ سلعه اخرى. هنايا في الاولى شفت واش يصرى للطالب على السلعه هي كي تبدل البري تاعها، في مرونه الطالب التقاطعيه شفت واش يصرى للطالب على هذه السلعه كي تبدل سعر سلعه اخرى، يعني درجه استجابه الطالب عن سلعه ما نتيجه لماذا للتغير في سعر سلعه اخرى، وشنو هي الحاجه اللي تبدلت سعر سلعه اخرى. هنا في السعريه كنت نقول سعرها هي، يعني نهضر على السلعه الطالب عليها والسعر تاعها. كي نجي للتقاطعيه راني نهضر على السلعه، يعني الطالب على السلعه نتيجه للتغير في سعر سلعه اخرى. ولا نجي للتعريف الثاني واش نقول؟ ما يتبدل والو ابار مع الاخر، ثاني واش نقول؟ ها هي التغير النسبي في الكميه المطلوبه نتيجه للتغير النسبي في سعر سلعه اخرى. راك معايا؟ شوف انا واش قلت، انا قلت تغير النسبي للكميه المطلوبه سلعه في الكميه المطلوبه من سلعه ما نتيجه للتغير في سعرها هي. كي جيت دوكا في التقاطعيه قلنا هي التغير النسبي في الكميه المطلوبه من سلعه ما نتيجه لماذا؟ للتغير في سعر سلعه اخرى. دونك شوف في الاولى راني نقارن سلعه واحده طالب عليها والسعر تاعها، في التقاطعيه راني نهضر طالب عن سلعه نتيجه للتغير في سعر سلعه اخرى. كيفاش ندير الفرق اسكو راني في السعريه ولا في التقاطعيه؟ باينه اذا هضر لك على سلعه واحده طلب عليها والسعر تاعها، معناتها وين راني؟ راني في السعريه. باينه هضر لي على سلعه وطلب عليها والسعر تاعها، راني في السعريه. اذا هضر لك على الطالب على سلعه وعطاك السعر تاع سلعه اخرى، يعني راح يقول لك سلعه ا وسلعه ب، يقول لك سلعه اكس وسلعه ايكراك، انت هنا واش راك تشوف؟ راك تشوف بلي كاين سلعتين. الا شفت بلي كاين سلعتين تكون قهوه من ماركه وقهوه من ماركه واحده اخرى، راك معايا؟ تكون سياره بيجو سياره رونو، انت تقول لي السلعه راهي سياره، نو، السلعه هنا كاين سلعتين سياره رونو سياره بيجو، دونك هنايا راهم سلعتين مختلفتين. نشفى ديريكت نعرف انا ديريكت في راسي بلي تقاطعيه. علاش؟ باسكو كاين سلعه.
سلعتين. دونك كي نجي نعرفها نقول هي درجة استجابة الطلب من سلعة الطلب والكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير في سعر سلعة أخرى. نقول هي التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير في سعر سلعة أخرى. دونك توجور نهضر كمية مطلوبة من سلعة والتغير في سعر سلعة أخرى. شفا مليح عليها سي بون صراحة. دوكا هنايا كي نقول انا التغير النسبي في سعر هكا في التغير النسبي في الكمية المطلوبة معناتها باش نحسب او دي إيكغاك واش ندير؟ راح ندير دلتا كو على دلتا بي يعني كيما في السعرية. بصح كاينة حاجة شوف هي التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما اللي هي السلعة إكس نتيجة للتغير النسبي في سعر سلعة أخرى اللي هي سلعة إيكغاك. شحال عندي من سلعة؟ سلعتين سلعة إكس وسلعة إيكغاك. دونك وين راني في مرونة الطلب التقاطعية. واش راح ندير؟ دلتا كيو وشنو هو؟ كيو دو موان كيو أن سير كيو أن يعني كيو اثنين ناقص كيو واحد على يعني الكمية الجديدة ناقص الكمية القديمة على الكمية القديمة، الكمية ولا كمية المقارنة ناقص كمية الأساس على كمية الأساس. حضرتها لك هنا سي بون راك تعرفها. أيوا التقسيم شنو؟ بي دو موان بي أن سير بي أن. متفاهمين؟ نحسب دلتا كيو نحسب دلتا بي ندير دلتا كيو على دلتا بي تعطيني مرونة الطلب التقاطعية. دوكا هنايا لازم نروح نفسر النتيجة كيف كيف. هنايا شوف تقدر تطيح لك النتيجة موجبة تقدر تطيح لك النتيجة سالبة. اذا طاحت النتيجه موجبه ولا سلبه هنا ما راح تديني قيمه مطلقه ني والو تخدم بها تفسرها كيما جات. شوف الحالات اذا كانت او دي ايغراك هذوما لازم تشفع عليهم كيما هذه لازم تشفع عليها التفسير هذا التفسير ثاني لازم تشفع عليه. اذا كانت او دي ايغراك هكا كانت اصغر من الصفر اشفع مليح في مرونة الطلب السعرية قارنا بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لواحد. في مرونة الطلب التقاطعية راح نقارن بالنسبة للصفر. إذا كانت مرونة الطلب التقاطعية أصغر من الصفر نقول بلي هاد السلعتين كيفاش؟ سلعتين متكاملتين يعني راني مديت العلاقة بين السلعتين وشنو العلاقة بينتهم؟ متكاملتين كيما شكون؟ كيما السيارة والبنزين القهوة والسكر نسحق القهوة والقهوة لازم نديرها السكر دونك السكر ماهوش ينافس في القهوة دونك سلعتين يمشوا كيف كيف سي بون. إذا كانت او دي إيكغاك أصغر من صفر نقول سلعتين متكاملتين. إذا او دي إيكغاك هكا كانت أكبر من الصفر وش نقول؟ نقول سلعتين متنافستين ولا متبادلتين يعني نبدل هذه السلعة بالسلعة الأخرى ولا متنافستين كما شكون كما القهوة والشاي ليكزومبل يدوك راك معايا يا نشري هذه إلا ما نشريش هذه السلعة نشري هذه السلعة منافسة تاعها سي بون. هذه وقتاش كنلقى أو دي إيكغاك موجبة أكبر من الصفر قالت لي حالة واحدة نلقى أو دي إيكغاك تساوي الصفر في هذه الحالة واش نقول عليهم؟ سلعتين مستقلتين يعني ما كاين حتى علاقة بيناتهم كيما شكون؟ كيما هذا الماركر واللومبا ما كاش علاقة بين الماركر واللومبا ما راح يأثر على اللومبا ما اللومبا راح تأثر عليه دونك سلعتين كيفاش؟ مستقلتين متفاهمين؟ دونك ليكيب التقاطعية وقتاش نعرف بلي راني فيها؟ نهار يهضر لي على سلعتين هكا راح نشوف طبيعة العلاقة بين سلعتين اسكو يمشوا كيف كيف ولا ما يمشوش كيف كيف متفاهمين؟ إذا فهمت لي إذا فهمت لي هذه دير في بالك باللي ثاني خلاص باسكو شوف ديجا بين هذه وهذه خلاص ما تبدلتش حاجة كبيرة. دوكا وين نروح؟ نروح لمرونة الطلب الداخلية اللي هي الثالثة والأخرى في مرونة الطلب هايليك مرونة الطلب الداخلية. شوف مرونة الطلب الداخلية راح نهضر على R E D R كي نقول R وشنو هو لو ريفنيو يعني دخل المستهلك متفاهمين صح. E D R ليكيب مرونة الطلب الداخلية راح نشوف وش يصرى للطلب على هذا الماركر كي يتبدل دخل المستهلك. شنو هو دخل المستهلك؟ الصالير تاع الخدام هاك معايا يعني القدرة الشرائية تبدل. وش يصرى للطلب على هذه السلعة كي يتبدل السعر تاعها؟ على بالي بالفيديو راني بديت نطول فيها شوية بصح راني نمد لكم في راني نمد الوقت اللي لازم هاك معايا. دونك ما تغيس ما تقلق ما تكره ركز معايا برك راح نكملوها راح تنحي كاع المشكل تاع المرونات خلاص ما بقاليش. مرونة الطلب الداخلية شوف التعريف تاعها هي درجة استجابة الطلب عن سلعة ما نتيجة لماذا؟ نتيجة لدخل المستهلك
هذا ما كان. واش بدل البارافور الاول هنا كنت نقول هي درجه استجابه الطلب عن سلعه ما نتيجه لتغير في سعرها، دوك كنت نقول نتيجه لتغير في دخل المستهلك. يعني في التعريف، في التعريف شوف شنو احنا نقولين هنا. التعريف الاول راح نقول هي، شوف راني نعاود، درجه استجابه الطلب عن سلعه ما نتيجه للتغير في شنو، في دخل المستهلك. اكو معايا واش يصرى للطلب على هذه السلعه كي يتبدل الدخل تاع المستهلك. التعريف الثاني هاي اللي كنجي، هي التغير النسبي في الكميه المطلوبه نتيجه للتغير النسبي في من، في دخل المستهلك. في الاولى قارنت الطالب واش يصرى للطالب على السلعه كي يتبدل السعر تاعها، في الدوزيام شفت واش يصرى للطالب على السلعه كي يتبدل سعر سلعه اخرى، في التروازيام في الدخل يا راني نشوف واش يصرى للطالب على هذه السلعه كي يتبدل دخل المستهلك. دونك شوف يعطيك يحكي لك كيما يحب، تعرف واش من نوع تاع المرونه راهو فيها، تعرف واش من نوع تاع مرونه الطالب راهو فيها. الى هضر لك الطالب عن السلعه والسعر تاعها برك تقول له مرونه الطالب داخليه، اذا سعريه. إذا هضر لك على الطالب عن سلعة والسعر تاعها راك في مرونة الطالب سعرية. إذا هضر لك على الطالب عن سلعة وسعر سلعة أخرى تقول له تقاطعية. إلا جبد لك دخل المستهلك ما تشوفني أدرواتني أغوش، روح ديريكت لمرونة الطالب الداخلية. هضر لك على دخل المستهلك روح لمرونة الطالب الداخلية. تحب تعرفها هي درجة استجابة الطالب عن سلعة ما نتيجة للتغير في دخل المستهلك. تحب تهضر تعرف الدوزيام هي التغير النسبي في الكميه المطلوبه نتيجه للتغير النسبي في من، في دخل المستهلك. القانون تاعها هاوليك ها دلتا كي على وشنو، على دلتا ار. هذه وشنو او دي ار، واش تساوي دلتا كي على دلتا ار. دلتا كي واش تساوي، هي كي دو موان كي ان على كي ان، ومن بعد ار دلتا ار هي ار دو موان ار ان سور ار ان. في البرنسيب ما يتبدل والو، الطريقه اللي نحسب بها ما حش تبدل، حش تبدلوا برك الرموز. واللي كنت نخدم بالطالب عن السلعه تاعها والبري تاعها، وهنا خدمت الطالب عن السلعه والبري تاع سلعه اخرى، هنا راني نخدم الطالب عن سلعه مع دخل المستهلك. سي بون باينه. دوكا هنايا كيف كيف نروح نفسر النتيجه، تقدر النتيجه تكون موجبه تقدر النتيجه تكون سلبه. اذا كانت النتيجه شوف حالات، اذا او دي ار هنا ما عندي ني قيمه مطلقه ني والو، ابار هنا في السعريه اللي تخدم بالقيمه المطلقه في هذه خلاص. اذا كانت او دي ار اصغر من الصفر يعني سالبه، نقولوا بلي هذه وشنو، طبيعه السلعه هي سلعه دنيا. واش معناتها سلعه دنيا؟ معناتها ذات سعر المنخفض، البري تاعها طايح بزاف، تنمو رخيصه ما راحش ياثر كاع دخل المستهلك على الطالب عليها. اللي يخلص مليح يشريها، اللي ما يخلصش مليح يشريها، كيف كيف متفاهمين؟ دوكا اذا كانت او دي ار، اذا كانت او دي ار اكبر من الصفر، راك معايا؟ اذا كانت او دي ار اكبر من الصفر راح نقولوا بلي هاد السلعه سلعه عاديه. وهنايا نطيح امام حالتين، اذا كانت او دي ار اكبر من الصفر نقولوا بلي سلعه عاديه، والسلعه العاديه فيها حالتين. اذا كانت او دي ار بين الصفر هكا بين الصفر والواحد نقولوا بلي سلعه عاديه ضروريه، كيما الخضره كيما الحليب، معناتها الناس لازم عليها تشريها سلعه عاديه بصح ضروريه اسونسيال، لازم الفرد يشريها. اذا كانت الاو دي ار محصوره بين الواحد حتى الزائد ما لا نهايه يعني اكبر من واحد نقولوا بلي هذه سلعه هكا عادية كمالية، معناتها الفرد لو كان ما يشريهاش ما راحش يموت. لو كان تالو كان ما تاكلش الملكة ما راحش تموت، كان ما تاكلش النيتيرا ما راحش تموت. وشنو هو سلعة عادية كمالية؟ يعني الفرد يكمل بها الحاجة تيشريها بنادم عنده لابي تاعو مليحة، عنده قدرة شرائية كبيرة. دونك انا هنا اذا شفت الاو دي ار مرونة الطلب الداخلية صغيرة على الصفر نقول سلعة دنيا ما نكسرش كاع راسي. إلا شفتها أكبر من الصفر راح نقولوا بلي سلعة عادية، ولازم نعرف بلي السلعة العادية فيها حالتين، كاين سلعة عادية ضرورية كي تكون محصورة بين الصفر والواحد، وعندي سلعة عادية كمالية كي تكون من الواحد وطلع زائد ما لا نهاية. هاي ليك واش كاين في مرونة الطلب، عندي ثلاث أنواع، مرونة الطلب السعرية، مرونة الطلب التقاطعية، ومرونة الطلب
الداخليه جيسبر خلاص راكم ديروا لا ديفيرونس بيناتهم. راني فهمتهم لكم وعطيت لهم كاع الوقت اللي لازم. يبقى لي نوع واحد من المرونات اللي هو مرونه العرض. شوف المرونه تاع العرض راح ندير فيه زوج دقائق، راح ندير فيه زوج دقائق. علاش؟ باسكو راح نحكم مرونه الطلب السعريه هي نفسها مرونه العرض، ماشي يتبدل. نحي كلمه العرض ندير مرونه، نحي كلمه طلب ندير كلمه عرض. شوف واش راح نقول له. هي درجه استجابه العرض من ولا عند سلعه ما هكا نتيجه للتغير في سعرها. ما تبدل والو ابار نحيت كلمه طالب، واش درت في بلاصتها؟ درت في بلاصتها كلمه عرض. هي درجه استجابه الكميه المعروضه من سلعه ما نتيجه للتغير في سعرها، ولا بعباره اخرى هي التغير النسبي في الكميه المعروضه. هكا هاي لك كلمه معروضه هي اللي جات جديده. نتيجه للتغير النسبي في من في سعرها. شوف وين راني ندير لك الشرطات معناتها ما تبدلاتش. هاني درت لك اون سيركل الكلمات اللي تبدلوا. نحيت كلمه طالب درت العرض، هنايا نحيت كلمه المطلوبه واش درت؟ هنا درت المعروضه. هذا ما كان. كي نجي نحسبها واسمها واسمها او اس اكس. هكا الاو اس اكس هذه او اس اكس واش تساوي؟ دلتا كيو على دلتا بي. اني نضحك باسكو سي لا ميم ما يتبدل والو. ليك دلتا كيو اكس على دلتا بي اكس واش معناتها؟ معناتها كيو 2 هكا هاي ليك كيو 2 موان كيو 1 سير كيو 1. كمية المقارنة ناقص كمية الأساس ناقص قسمة كمية الأساس. راني بينتها لك ديجا. قسمة وشنو؟ بي 2 موان بي 1 سير بي 1. هذا ما كان. نعطيك ملاحظة، مرونة العرض راح تكون دائما موجبة، مرونة الطلب السعرية تطيح دائما سالبة، وهي تعبر عن العلاقة العكسية التي تربط بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها. مرونة العرض السعرية راح تكون دائما موجبة، وهي تعبر عن العلاقة الطردية التي تربط بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها. هضرت لكم عليها في الفيديو تاع العرض والطلب. سي بون دوكا شوف التفسير تاعها هو نفس التفسير تاع الطلب. برك نحي كلمة طلب ندير كلمة عرض، معناتها نهار نلقى اس اكس مرونة العرض اكبر من واحد راح نقول باللي العرض واش فيه كبير ولا كثير المرونة. كي طيح او اس اكس مرونة العرض اكبر من واحد، العرض كثير المرونة. كي طيح او اس اكس اصغر من واحد، نقول باللي العرض قليل المرونة. كي طيح او اس اكس تساوي واحد، نقول باللي العرض متكافئ المرونة. راكم تلاحظوا بلي راني نهضر نفس التفسير هنا، راني نحي برك كلمة طالب وراني ندير كلمة عرض. نهار نلقى او اس اكس يساوي الصفر، معناتها وشنو؟ العرض قليل او لا بليتو زيرو عديم المرونة. معناتها هنايا كي نقول كثير المرونة معناتها يزيد البري شوية، يزيد الطلب بليتو يزيد العرض بزاف، ينقص البري شويه ينقص العرض بزاف. علاش؟ باسكو كثير المرونه. متفاهمين ليكيب؟ هامليك واش كاين؟ الا هضر لك على العرض كاين نوع واحد في مرونه العرض، الا هضر لك على الطلب كاين ثلاث انواع: سعريه، تقاطعيه، داخليه. سلعه بري تاعها والكميه المطلوبه منها راني في السعريه، سعر تاع سلعه والكميه المطلوبه ولا الكميه المطلوبه من سلعه وسعر سلعه اخرى راني في تقاطعيه. يجبد لك دخل المستهلك راك في الداخليه، يهضر لك على العرض راك في مرونه العرض. خوتي ما نقدرش نزيد نفسر لكم اكثر من هكا المرونات، يعني تبع الفيديو بلا عقل، شوف كاع الفيديو، افهم مليح، ركز مليح، راح ما يولي عندك حتى مشكل مع المرونات. على بالي دوكا من الاخر راح تقولوا لي باللي بالمجاهيل كيفاش، نزيد لكم فيديو ما تكسروش راسكم وين نحل معاكم تمرين بالمجاهيل ونزيد نحي لكم كاع مطريق المشكل تاع المرونات. خوتي جيسبر تكون فادتكم الفيديو هذه، جيسبر راكم تقراوا. على بالي بلي عييتوا، دونك ماذا بكم ليكيب ما تفشلوش في الشهر هذا اللي بقى، وباذن الله تنجحوا كاع. ربي يوفقك. السلام عليكم.